هل كتاب الحديث والسيرة الصف السادس الابتدائي الترم الأول؟ حيكون عندنا الدرس الأول الوحدة الأولى عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في معاملة الناس. صفحة 10 حيكون عندنا أول درس رحمته عليه الصلاة والسلام بالصغار. والنشاط حيكون عندنا صفحة 11 أذكار النوم. صفحة 12 حتكون نشاط والتقويم. صفحة 13 بإذن الله حننتقل إن شاء الله للدرس الثاني صفحة 14 ملاطفته عليه أفضل الصلاة والسلام للصغار وتوجيههم. حنحل النشاط 1 وحنحل النشاط 2 بإذن الله، وبين علاقة بين ملاطفة الصغير وتوجيهه. حنحل التقويم فائدة ممازحة الصغار وملاعبتهم. حننتقل للصفحة 18 والدرس الثالث احترامه عليه أفضل الصلاة والسلام للصغار. حنحل النشاط 1 و2 ثم ننتقل للتقويم إن شاء الله صفحة 21، وضح العلاقة بين أثر أداء الصغير على تقبيل التوجيه على الكبير. هديه عليه الصلاة والسلام حيكون صفحة 23، حيكون عندنا التقويم، حيكون عندنا صفحة 25 درس على حديث عبد الله بن عمر راوي الحديث. حيكون عندنا حل التقويم صفحة 28. حيكون بإذن الله الدرس الثالث محبته عليه الصلاة والسلام لذوي الرحمة. حيكون عندنا صفحة 31 معنى صلة الرحم. 32 نشاط 2 نشاط 3 حناخد إن شاء الله، أبين معنى صلة الرحم هو الإحسان للقربى وزيارتهم والإحسان إليهم ومساعدتهم. وضح كيف استثمر العيادة والمناسبات في صلة الرحم. حنحل التقويم بين وسائل صلة الرحم محبتهم والثناء عليهم. حيكون عند الدرس الثامن فضائل صلة الرحم. شو إلها فضائل؟ أكيد إلها فضائل كبيرة في الدنيا والآخرة. حنكون عندنا نشاط 2 صفحة 39 قبل ما ننتقل للصفحة 40 وحل نموذج صلة الرسول عليه الصلاة والسلام بالرحم. الدرس التاسع تواضعها عليه الصلاة والسلام لجلسائه. حيكون عندنا صفحة 42 و43 حل نشاط 1 و2. هنحل التقويم إن شاء الله صفحة 44 وعلل ما يلي واكمل الفراغات. حيكون عندنا الدرس العاشر بشاشته عليه أفضل الصلاة والسلام مع جلسائه. حيكون عندنا نشاط 1 و2 والتقويم 3. من صفات عليه الصلاة والسلام في المجلس من آداب المجلس الدرس 11 حيكون عندنا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نشاط أسري ونشاط 1 صفحة 50. وأبرز 3 أخطاء حيكون عندنا نتعلم لنعمل والتقويم صفحة 51. حيكون عندنا صفحة 54 إحسانه عليه الصلاة والسلام إلى جيرانه. حيكون عندنا نشاط أسري ونشاط 1 ونشاط 2 صفحة 56، وبين حق جارنا علينا التقويم صفحة 57. حنحل إن شاء الله الدرس 13 نهيه عن إيذاء الجار وصبره على أذاه. حيكون عندنا نشاط 1 والنشاط 2 صفحة 60 والتقويم صفحة 60، وبين أثر صبر النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف على معنى الحديث. حيكون عندنا قصة وصية النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بالجار. حيكون عندنا نشاط 2 والتقويم صفحة 63، وبين العلاقة بين مقام الجار. حيكون الأسئلة العامة صفحة 66 و67، وصحح العبارات الآتية. حالتين 68 ما تعلمت من هذه الوحدة. ثم ننتقل إن شاء الله إلى الوحدة الثانية. حنحل إن شاء الله الوحدة الثانية هدي النبي عليه الصلاة والسلام في معاملات الناس. الدرس الأول حيكون عن هديه في معاملات خدمه عليه أفضل الصلاة والسلام. حنحل النشاط 1 و2، وحيكون عندنا إن شاء الله 74 حتى التقويم فراغات. حيكون عندنا الدرس الثاني عن وصيته بالخدم صفحة 76. حنحل النشاط رقم 1 نشاط رقم 2، وحنحل بإذن الله التقويم، وبين دلالة قول أبي مسعود البدري. حيكون عندنا أمثلة عن وصية الرسول عليه الصلاة والسلام بالخدم. حنحل إن شاء الله صفحة 80 الدرس الثالث نهي عن منع الخدم. ماذا نستفيد من الحديث؟ النشاط 1 والنشاط 2 وضع قوانين تحمي الخدم. و83 حل التقويم. حنحل الدرس الرابع ملاطفته للوفود وكرامه لهم. حيكون عندنا نشاط رقم 1 ونشاط رقم 2 صفحة 86. حيكون بإذن الله حل التقويم صفحة 87. ثم ننتقل إن شاء الله للدرس الخامس هديه في التعامل مع الضيف أو الضيوف. حيكون عندنا مجموعة من النشاطات نشاط 1 ونشاط أسري.
حيكون عندنا التقويم صفحة 90، أكمل الفراغات الآتية. حيكون عندنا مجموعة من الآيات هنستخلص منها الفائدة. ثم الدرس السادس إكرام الضيف، حيكون عندنا يا الطلاب صفحة بإذن الله 94، نشاط 1 2. حيكون عندنا أبين حكم وأبين معنى وأبين وأكمل الفراغات. حيكون عندنا الدرس السابع دعوته عليه أفضل الصلاة والسلام لغير المسلمين وعفوه عليه الصلاة والسلام عنهم بعد مغدرته عليهم. حيكون عندنا حل النشاط 1 وحل النشاط 2 والتقويم صفحة 99. حيكون عندنا مجموعة من الأسئلة قبل ما ننتقل إلى الدرس الثامن وهديه في تعامله مع خدمه حيكون أو مع المسلمين. حيكون عندنا التقويم صفحة 102. حيكون عندنا بإذن الله الدرس التاسع 104. حيكون عندنا أتعرف على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما والنشاط وملء الجدول صفحة 106 و107. حيكون عندنا صفات أخرى لم تذكر، التقويم 108. وحيكون عندنا الدرس العاشر رحمته عليه أفضل الصلاة والسلام بالحيوان، وهنا صورة الرفق وصورة الرفق يا الطلاب صفحة 111 112 التقويم. هيكون عندنا رفقه عليه الصلاة والسلام بالحيوان 112 الدرس 11. هيكون عندنا نشاط 114 والتقويم 115. هنحل بإذن الله الدرس 12 الرفق بالحيوان. هيكون عندنا 118 مجموعة من الأسئلة والنشاطات 119. هنحط بإذن الله التقويم صفحة 120 مجموعة أسئلة، والأسئلة العامة حتكون إن شاء الله أكمل الفراغات الآتية صفحة 120 121. هيكون عندنا مجموعة من الأسئلة والتمارين صفحة 122 123. ماذا تعلمت من هذه الوحدة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نحل ونشرح إن شاء الله كتاب الحديث والسيرة الصف السادس الترم الأول. في عندنا وحدتين إن شاء الله راح ناخذ بهذا الكتاب. الوحدة الأولى عن معاملته عليه أفضل الصلاة والسلام مع الصغار، كيف الدرس الأول عن رحمته بالصغار وملاطفته لهم عليه أفضل الصلاة والسلام واحترامهم والدعاء لهم ومحبتهم وتواضعه وبشاشته مع جلسائه. وعندنا الوحدة الثانية عن معاملته عليه أفضل الصلاة والسلام مع الناس. فعندنا الدرس الأول والوحدة الثانية هديه في معاملة خدمه، الدرس الثاني وصيته بالخدم والعمال وملاطفته وهديه ودعوته لغير المسلمين. وفي عندنا هدية في تعامل مع غير المسلمين ورحمته عليه أفضل الصلاة والسلام بالحيوانات ورفقه بالحيوان ونهيه عليه الصلاة والسلام في تعذيب الحيوان. وعندنا مجموعة من الأحاديث. فعندنا الحديث الأول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. طبعا هذا الحديث البخاري ومسلم. وفي الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هاي في مجموعة كثيرة من الأحاديث إن شاء الله رح نأخذها في هذا الكتاب. والحين إن شاء الله رح نبدأ بحل الكتاب مع شرح إن شاء الله للحل.